بسم الله الرحمن الرحيم وتتبع قناة خرز القدر. مرحبا بكم، مرحبا بكم. وفي هذه الحلقة هذه قبل ما نبداها، غادي نقدم التعازي ديالي للسيد المدير العام للأمن الوطني السي عبد اللطيف الحموشي. الوفاة ديال الوالدة ديالو الله يرحمها، الله يرحمها والله ينزل عليها الرحمات. علاش؟ انا شفت واحد الصوره ديال السي عبد اللطيف الحموشي مع امه في الحج، في الحج، واش كان حج او كانت عمره؟ وتنظن عمره. شفت الوالدي، شفتو في الحج، صوره شفتها صوره، وهو دافع كروسه جالس عليها امه وهو تيهضر معاها، لابس فوقيه بيضاء، ربما الاخوه راك شفتوها تيهضر مع امه في الحج. مرضي الوالدين، مرضي الوالدين هو اللي تيدي والديه الحج وتتحملهم وتهزهم، رغم الكبر ديالها مسكينه باينه، امراه انها امراه عجوز، هو بجنبها ما عنده حتى شي واحد يتعاونوا الا هو، دافع بهذه الكروسه ديالها في الحج وكاتبين عليها السيد عبد اللطيف الحموشي والدته في مكه المكرمه. الله يرحم هذه المراه، لانني انا تعرف السيد الحموشي وتعرف عائلته وتعرف خوته وخواتاته، كلهم صالحين، كلهم صالحين، وكلهم موظفون سامون، وكلهم موظفون كبار في الدوله، وكلهم من اركان ديال البلاد وديال الدوله. بقرايتهم وصلوا لهذا الشيء، بقرايتهم وبتربيتهم. هذه التربيه اللي ترباوها تربيه مزيانه واللي عطات الاكل ديالها في الاخر، كما شفنا الان الوظيفه المهمه ديال عبد اللطيف الحموشي، واللي نقدروا نقولوا نعم راه مرضي الوالدين، ونقدروا نقولوا الله يرحم هذيك الام ديالو وربي يرحمها وغادي يرحمها، لان اللي عطى شي نبته، عطى شي نبته صالحه راه ربي تيخلصوا عليها. اللي ربى شي ولاد شي تربيه مزيانه وقراهم وكبرهم مزيان مؤدبين، ربي راه تيخلصوا عليهم، وراها من الحسنات. والله يرحمك لاله، والله يرحمك، والله يوصل لك الرحمات في هذا النهار هذا. وتنطلب من جميع الناس اللي غادي يتصنتوا لهذه الحلقه ديالي، يديروا دي كومونتير ويطلبوا الرحمه والمغفره الام ديال السي عبد اللطيف الحموشي. وهذا الشيء ماشي مجامله، مرات تسهل الرحمه والراجل يتسهل الرحمه حتى هو، ويتسهل نطلبوا الله باش يعاونه ويساعده في حياته في المهمه اللي معطيه ليه، اللي هي مهمه كبيره هي الامن البلاد. اتصل بيا السي حكيم النوري اللي هو صحفي كبير ومخرج كبير، كان عندنا هنا في المغرب، انا عايش في اسبانيا، اتصل بي هاتفيا طلب مني، قال لي يا ودي قدمت التعازي ديالي عافاك، ما لقيتش شي وسيله باش نقول السي عبد اللطيف الحموشي باش نعزي في الوالده ديالو، عافاك نوب عليا في هذه القضيه هذه. واتصلوا بيا بزاف الناس، فنانه من برا من الخارج، فنانه ومخرجين ومؤلفين، بزاف الناس. الغريب هذه القضيه هذه، اتصلوا بيا تقول لي السي خراس عافاك لا درتي شي حلقه، عزينا السي عبد اللطيف الحموشي، عزينا السي عبد اللطيف الحموشي في الوالده ديالو، انا تنعزيه اليوم والله يرحمها، الله يرحمها، الله يرحمها، والله يحسننا مؤمنين. الحديث ديالنا اليوم على واحد القضيه كانت مدينه مراكش، واحد الجريمه بشعه وقعت مدينه مراكش، وماشي بعيد هذا الشيء هذا، يلا في سنه 2014 وقعت. واحد البنت من الضواحي ديال مدينه مراكش، هاد البنت طالبه تتقرا، قرات حدا الثانويه حدا المدرسه اللي حدا دارهم، من بعد قرات حدا الثانويه اللي قريبه لهم، من بعد ما وصلت الجامعه جات مسكينه لمراكش، لان البلاصه فين ساكنه هي ما فيها شي جامعه. جات لمراكش وسكنت مع شي بنات، كلات مع شي بنات، وبزاف البنات الطالبات تيجيو للمدينه تيكريو، جوج ثلاثه البنات تيكريو، بغض النظر على البنات اللي ما في الداخليه تيكريو، وكانت مع شي بنات دايرين ماكلتهم كما تتعرفوا، دايرين طيابهم، عايشين منسجمين، تيراجعوا كلهم، وكل وحده عندها شغالتها، لما تتسالي قرايتها، لما تخرج من ديك الدار في المدينه، كل وحده تاخذ شغالتها. هاد البنت هادي كان عندها واحد القضيه فيها، كانت بنت جميله، علاش ديما هاد البنات اللي عندنا في الحلقات ديال تيكونوا جميلين تيوقع لهم مشاكل؟ علاش هاد الجمال؟ واش الجمال تيسبب مشاكل؟ الجمال تيخلق مشاكل؟
بعض الاحيان تكون نقمه على مولاه ماشي نعمه. بعض المرات الجمال تولي نقمه ما تبقاش نعمه. واحد النهار قلتها انايا وقلت علاش هاد البنات اللي تيمشيو للمراقص في الليل تيمشيو للبار وتيخرجوا للفساد تيكونوا زوينات تبقى زوينين؟ واش الجمال ديالهم هو تيدير لهم هاد المشاكل؟ اي تقول انا زوينه ما كانلاش نقرا وانا زوينه انا نبغي نتزوج غنتزوج. يمكن الجمال ديالهم تيكون نقمة عليهم. يمكن الجمال ديالها ديال البنت هو اللي تيدفعها. انا ما تنعموش ماشي كاع البنات ولكن واحد 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 النوع ديال البنات الجمال ديالهم تيخلي هو سبب خلينا نضربوهم. غير تتعرف راسها بانها جميله وتيولي عندها افكار اخرى واماني اخرى وتتفكر المستقبل بطريقه اخرى. تتقول انا جميله علاش نبقى نقرا ونضرب انا لا بغيت من غدا انا مزوجه لا بغيت من غدا انا خدامه. واي واحد تتقرب منهم باش يعبدوا من المساعده الا تيبغي يستغلهم يدبر على خدمه بالمقابل يعاونها بالمقابل يعطيها فلوس بالمقابل انها زوينه. هاد البنت اللي تنهضروا عليها هنا كانت زوينه زوينه واكتشفت الجمال ديالها ماشي في المدرسه وماشي في الثانويه ولكن من جات للجامعه اكتشفت بانها جميله. لان ماشي هي اكتشفت جميله لان ممكنش واحد يكتشف راسه بانه زوين ممكنش. الناس هما اللي يبينوك بانك زوين الهضره والكلام وكذا والبوغوس وكذا والبوغوسه وهذا عرفت بان راسها زوينه وبقات تتخرج مع دوك صحاباتها في الشارع ولات تتمشي مع دوك البنات اللي شويه تيزعموا واخا هما طالبات تيزعموا يشربوا قهوه يجلسوا في القهوه يجلسوا في هادي يجلسوا في هادي يجلسوا مع نابورت كي يهضروا مع اللي كان كذا 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 تصرات شويه عرشات شويه كيما تقول العروبيه مخليها ريشها ولا تحس براسها بانها ماشي ديك البنت اللي ما ساويه والو ساويه هي مقبوله في كل بلاصه دخلت ليها. طارت مع واحد جوج بنات ديك الخارجات ديالها طارت مع واحد جوج بنات بينوا لها بانها انت زوينه راكي مقبوله. هادوك جوج بنات تيخربقوا شويه كما تنقولوا تيدبروا رؤوسهم تيقولوا احنا طالبات وما عندناش وهذا خصنا نكملوا قرايتنا ندبروا راسنا تيديروا شي وحدات للاسف للاسف تيديروها ما تيقنعوش بداك اللبس اللي عندهم تيحسوا راسهم بانهم ضرورين ماديين وحدات عادي وحده وتخرجوا تخرج رجليهم على الطريق واخا تيكونوا باقيين تيقراوا ولكن رجليهم تتخرج على الطريق تضربوا الكسوه الصبابط كذا وعائلة تبقى مسكينه في البلاد ولا في العروبيه ولا بعاد فقراء ما عندهمش وهي الامال ديالهم تيقول دو بنتنا للجامعه بنتنا الجامعه غتبقى تقرب الجامعه وتوظف هي اللي غتعاوننا. هي من تتمشي وتتشوف في الجامعه منظر اخر تشوف بنات لابسين تشوف هذه تشوف هذه اما تتكون بنت شاده في راسها وصابره وقابله ذاك الوضع اللي هي فيه وتبقى تمشي عاديه حوايج اللي عطاها الله تمشي وتجي للمدرسه وتعاشر غير بنات العاديين. اما بحال هذه اللي قلنا شافت راسها زوينه قالت هذا اللبس وهذه الحياه ما تسهلهاش انا خصني نكون احسن من هذا الشيء هذا ولا تمشي مع ذوك البنات ولا تدبروا راسهم تدبروا راسهم. هذوك البنات عرفوها بواحد الحلاق. هذا الحلاق حلاق الرجال والنساء وهذا الحلاق من نوع ديال الهوت كلاس ماشي حلاق عادي لا الحلاق الواعرين كما تيقولوا عنده بناء رجال وعيالات ومعروف كان معروف مزيان تيجي عنده غيومة تيحلقوا عنده كما نقولوا الشخصيات والشخصيين عرفوها به مشى تصوبت عنده شي مرة شعرها دوك البنات تيعرفوه دوك الجوج تيعرفوه مزيان تيعرفوهم حتى هو عندهم علاقة بعضياتهم تاهي قدموها ليه شافها وصاب لها شعرها فرح بها قال لها دوزي عندي مره هنايا والمحل محلك دوزي بغيتي تصاوبي وجهك بغيتي تصاوبي صفارك تصاوبي عينيك تندير التجميل تندير كل شيء. من جاي تخلصوا قال لها خليتها لمره اخرى ما
ماشي حنا مزروبين، غادي نمشي للولا ديالك وصحاباتك جابوك، هادي الاولى ما كاين باس، تجي مره اخرى ان شاء الله. اري التليفون، هاك التليفون. مشات البنت بقات متبع قريتها، ولكن مره مره تدير شي فليته باش تدبر راسها، ماشي حد من تحتها. شو شويه بقات تدور عندك الحلاق، تجي عنده الحلاق، عنده واحد المكان ديال الحلاقه، وعنده واحد لاصال داتونت كبيره. ديك لاصال داتونت ديما تيجيوك صحاباتها تما، تجي حتى شي بنت الى حشمتها تكمي وبغات تكمي في الشارع، تضرب شي ويرو تما تكمي عنده وتستقبلهم. قاعد انتظار وقاعد ديال التعارف الى بغينا نقولوا، وكان قاعد انتظار هنا وقاعد انتظار هنا، نيات لا رجال هنا، ولكن تشوف بعضياتهم. هو بغى يتقرب لديك انت، يتقرب ليها بزاف ديك الحلاق، تقرب منها بزاف، كل نهار تزيد تقرب منها، كل نهار تقول له نودي نودي صوبي وجهك، نودي صوبي حجبك، نودي فلان تكلف فلانة تكلفي بها، صافي ما تخلصي شيء. بقات تجي عنده بزاف، تقول له غبرتي فين مشيتي، وغبرتي ثلاث ايام ما جيتيش، ايوا انا ساجي دوزي هنايا فين تمشي انت بعدا. بقات تجي عنده تما الحلاق، بقات يعاود ليها على شي ناس تيجيو عنده شي شخصيات، راه واحد النهار جا عندي فلان، وهنا تعرف مع فلانه دابا دالت بيرمي ودالها ولا ما باس عليها، تيجي عندي فلان هنا تعرف مع فلتانه، حط خيتي كانت انا معايا تعرف معاها، دابا داها الميريكان داها كذا ودا كذا. السيد تيخدم وسيط بالفن، وسيط بالفن، دوك البنات اللي تيجيو عنده سواء طالبات او غير طالبات، شي وحدين عارفين المهنه ديالو وغادي متبعينو، تيدير وسيط. اي تيعرف بنت مع راجل، تيعرف بنت مع راجل، تيشوف شخصيه عنده فلوس تيعرفو مع شي بنت من البنات ديالو، مقابل تيخدم عند الرجال وسيط. غنخرج لكم واحد الخرجه وغتسمعوا واحد القضيه غريبه. واحد البنت قالت لي واحد القصه ديالها، بنت عايشة في السعودية الآن، في السعودية، قالت لي سي خالد عندي واحد المشكل، ما سمعت نحكي المشاكل ديال البنات ولا الجرائم اللي طاحوا فيهم بنات. قالت لي عندي واحد المشكل، قضية كبيرة وقعت لي أنا، هذا بالنسبة عايشة في السعودية، وعاودت لي حياتها وكيفاش من دارهم خرجت، وكيفاش حتى طاحت في الرذيلة وفي الفساد، وكيفاش تمشت للخليج، وكيفاش راه باقا في السعودية في واحد الحالة. وقالت لي واحد الكلمة، هاد القصة ديال هاد البنت واحد النهار نعاودها لكم طويلة، غنعاودها كاملة. وقالت لي واحد الكلمة، قالت لي في حياتها من ولات تعرف مع ولات تخرج ولات تدبر على راسها، ديما تقول لكم تدبر على راسها انتم فهموها، ولات تدبر على راسها تمشي مع هذا تمشي مع هذا تمشي مع هذا. قالت لي واحد الكلمة، قالت لي وانت تعرف من واحد الجرارة. شنو الجرارة؟ أنا عمري ما سمعت الجرارة. قالت لي الجرارة؟ شنو هو الجرار والجراره؟ قلت لها لا. قلت لها تلك الهضره عند البنات اللي تدبروا رؤوسهم. قلت لها اختي انا عمري ما سمعت الجراره. تعرف واحد مثلا وسيطه اللي حاشاك انت تعطى القواده، تعرف هذا هما الجراره. قالت لي الجراره هي المراه اللي عايشه في اوروبا او في الخليج، والاغلبيه كاين دول الخليج، النساء وكاين حتى رجال اللي تجي للمغرب وتتقلب على شي بنت زوينه وتتقرب ليها، خصها تكون زوينه وتتقرب ليها وتتعرف مع والديها، وتتقول لهم هذه البنت عندكم راه تمشي لبرا، والله تيتزوجها سعودي، والله تيتزوجها اماري، والخدمه موجوده بحال هكا، البنت تكون نقيه ونظيفه وكذا، مقبوله في الشركات تديهم كذا، مقبوله في المطار، مقبوله في واحد في الكلينيك تما، تيجبدوا البنات، تيدي واحد البنات من هنا بعقدة عمل، هذا تخدم يد العاملة، العمالة كما تيقولوا تما في الخليج، تيدوهم هنا ومن تيوصلوهم تما تيدوزوهم الرذيلة، تيدوزوهم الفساد، تبيعوا ويشريوا فيهم، تهز الطوموبيل ودي عند هذا، تخرج من عند هذا ودي عند هذا، تخرج من عند هذا تيدير معاهم بالنص، ديك الأرباح بالنص، هادو سميتهم الجرارات، تيقول لهم الجرارات. حنا هنا في المغرب هذوك تيديروا هذا الشيء بحال هذا السيد هذا تهضروا عليه الوسيط، الوسيط قواده، قواده كاينه في العربيه اللغه الفصحى قواده.
هذاك السيد تيتعطى القواده تاع المد بن سوينه وهي جايه من بقى ما بدات ولكن بقى ما عرفاش بزاف الحلفي ديال هذا الشيء هذا ولكن هي مقبوله اللي شافات يبغيها جاب هذاك المحل جابها اي مثلا سلعه جاتو غادي يبيع ويشري فيها كما داير في خرينات ولكن هذا الميدان هذا ديال الفسق والفساد البغاء باش تسلحوا البنات بالجمال بالجمال لان الفاسقين تيقلبوا الجمال فاسدين تيمشوا للجمال ماشي الفاسدين في المال فاسدين في الفساد فساد اللي هو عنده علاقه ب ها جمال بيان سور. دازت ايام جات ايام واحد النهار واحد بلاصة فين نخل بزاف بالضحية ديال المدينة دي مراكش شي ناس ديزين هما يلقاو واحد جثة ديال واحد البنت مرمية ميتة مقتولة مقتولة بنت مقتولة نفس حوايج عاديين مقتولة علموا البوليس البوليس جاو دار المعاينة ديالهم داو ديك البنت مستودع الأموات خداو لها البصمات ديالها تعرفوا عليها ديك البنت بان ديك البنت تعرفوا عليها بان ساكنه في واحد الدوار تابع لمراكش مشاو لذاك الدوار مشاو عند عائله ديك البنت قال لهم هاد البنت بنتكم لان البوليس ما تيجبدوا البصمات تيجبدوا البطاقه الوطنيه تيجبدوا الوجه ديال البنت تيجبدوا التصويره قد يجبدوا تصويره كبيره ولا هذا كاين طرق الوسائل التقنيه مشاو لدارهم وقال لهم هذه بنتكم قال لي ايه قال لي هذه بنتكم راه نقيناها ميته تجيو عندنا الشرطه القضائيه عطاهم استدعاء وجاو الناس قال لي هذه بنتكم هذه شنو تدير قال لي ودي هذه بنتنا هذه كانت تتقرا هنايا هذه بنت تتقرا هنا واحد المدرسه ديال كذا ومن بعد مشات للثانويه وسيدي هذه واحد العامين مشات للجامعه مراكش كان تما في الجامعه ما مكاني كان مع شي صحاباتها تتعرفوا شي وحده فات صحاباتها قال لي ايه راه عندنا التليفون ديال صحاباتها عندنا التليفون اسيدي البوليس خداو داك التليفون وبقاو تيتصلوا داك الرقم ديال التليفون بقاو تيتصلوا جابوهم بنات جوج بنات جابوهم السلام عليكم السلام بخير لاباس لاباس سميت كذا لا شكون انت حنا البوليس هذا في تتوجدي دابا حنا هذا في الجامعه ان جامعه فين كارين فين كذا وراهم السكنه ديالهم وراهم الجامعه تيقراو فيها وهذا البوليس مشاو عنده مشاو جابوا دوك جوج بنات قال لهم هاد البنت هادي واش تعرفوها هي ها سيتي كاريه معاكم لا سيتي كانت كاريه معانا ومبقاش كاريه معانا فين مشات مارتا سيتي حنا ما عارفينش فين مشات ولكن كنا تلاقينا بواحد مرة هاد حوايجها قالت لك داك الحلاق واحد الحلاق تعرفوه قالت لك راه دبر ليها في شي كلا مستقل بوحدها ومارت قال لي مورينا هاد الحلاق مشاو عند الحلاق السلام عليكم السلام بخير سيدي هاد البنت تعرفها قال لهم ايه تعرفها كما قال لي واحد الضابط قال لك هذا بغا شويه تعرف في الاول في الاخر قال ايه تعرفها هاد البنت هادي فين تتعرفها قال لهم كليانه ديالي كليان تجي عندي انا بغات تصاوب شعرها بغات قال لي يلاه معنا الشرطه القضائيه مشى معهم البوليس البيرو ديالهم الشرطه القضائيه قال لي اودي هاد البنات تيقولوا بانك انت دبرتيها في شكرا هي انا دبرتها في شكرا كانت كرات عندي انايا انا عندي الدار كبيره فيها كري كرات عندي ولكن سيدي نقول لكم هادي واحد شهر تقريبا شهر ما عاودش جات زدت حويجاتها قالت لك سيدي دبرت انا غنمشي مع شي واحد ما غنسكن مع شي واحد بغيت يتزوج بيا ما يتزوج بك لا بنتي الله يعاونك سير الله يجيبك التيسير قال لك لقينا ميته الله ميته هذه شحال ما شتيها تقريبا شهر كيفاش القضيه كيفاش هاد الحلاق اللي كانت عنده تلقوا جوتا هاد الحلاق الوقت اللي البنت سكنت عنده في الدار حنا غنبداوها من الاخر دابا القصه من الاخر ديالها الحلاق ها هو عند بولس دارها بالكره
هو شنو كاين، شنو هي الحقيقه، شنو كاين بالضبط، شنو قال هاد البنت بعد الحلاق بالضبط. هاد البنت اللي داها الحلاق سكنت عنده دابا طلق جوته ودار باب نكره، ولكن حنا ندخلوا دابا في الصامي، ندخلوا شنو وقع بالضبط تمت هاد البنت. هاد الحلاق الوقت اللي سكنت عنده البنت دا سكنها معاه، سكنها معاه، خرج لها قود، خرج بقات تقول لها نعطيك شي ناس تعرفي معاهم، خصك تمشي معاهم ناس لاباس عليهم تيجيو عندي كليان، ولا تعطيها شي تليفونات عيط لهذا. البنت تعيط الو لاباس بخير صافا بغيت نشوفك تشوف كذا، مشات مع شي واحد خسرات معاه، جات عند الحلاق طورت مع الحلاق، انا خدام ثاني تقول له حسين بغي يشوفك خذي التليفون ديالو، ولا مخدمها ولا هو وسيط مخدمه مسكنه تما، ولكن هو هي تا البنت ولا تجيب فلوس، تجيب فلوس بزاف، وهو تيقول لك سير تجمعي فلوسك وتجمعي راسك وتجمعي فلوس باش انت راكي في الباديه ان شاء الله شري واحد نكتب الله واحد الدار هنا في مراكش وانت تتقراي وكذا وكذا. بقات مسكينه محافظه على قرايتها ولا تستغل هذاك الحلاق كوسيط، تستغل في القواده تعطيها عناوين ديال الناس تمشي عندهم، رجال تمشي عندهم تعطوها فلوس، هي تيقه فيه بزاف تقول هذا تعاوني، بقات تخبي عنده تقول الفلوس اللي تجيب، فيما تجيب شي فلوس تخبي عنده، ما تجيب شي فلوس تخبي عنده. هو تيزعمها دابا راكي مزيانه، دابا راكي وصلتي 10 مليون مزيان، وزيدي شويه وديري كذا كذا وهادي وهادي وديري وتزيد يدفع. توصلت البنت تقريبا واحد 20 مليون عنده مخبيه، عمره ما قال لها وسيري للبنكه حطيهم، بقيت تحطي في البنكه وديري وديري وديري. البنت الباديه وجات للمدينه وتلاقات مع بنات حرفوها انحراف، خرجوا على الطريق وخطفها هاد الحلاق وداها عنده بقات تخدمها، ما مطوراش مسكينه، ما مطوراش يلاه يعرف راسها زوينه، يلاه ولات تلبس اللبس واللبس اللبس الزوين، لبس كذا اللبس الغالي، ان فلوس دخلات بقات تدخل عليها فلوس. وانا تنقول البنات اللي تيسمعوني هنايا اللي تيسمعوني حذاري من تسمعوا مثلا جمع عليها 10 مليون او 17 مليون يقولوا هاد الحرفه فيها ما يدار، كاين شي وحدات الله يهديهم ولا شي وحدات اللي مساكن عقل مخفيف واللي ما تيفهموش اش تنقول. كيما هنا راه عندي واحد كلمه سمعتها وقيتها، اسباب الجهل شيئان، اسباب الجهل اسباب ديال الجهل شيئان، قصور فهم ونقص علم. انا غنشرحها الناس اللي فهموها فهموها، الناس ما فهموهاش. اسباب الجهل، الانسان تيكون جاهل، اما قصور في الفهم بحال قصور الكلاوي، الكلاوي ما تيخدموش، هو الفهم عنده ما تفهمش، ما تفهمش مزيان، قصور في الفهم ما عندوش فهم ما تفهمش مزيان. او نقص علم، نقص شويه في العلم، ما فهمش لا يعلم او لا يفهم، اما لا يفهم ولا او لا يعلم، ما تيفهمش مزيان. انا بغيت شي وحده تكون تتسنتي دابا وتكون عندها ما فاهماش مزيان، ما تكونش ما عندها قصور في الفهم، ما فهمتش كلام اش بغيت نقول، راه ماشي نسمعوا بقات تجمع عنده تجمع عنده هو يجمع عنده 20 مليون وشي وحدين يقولوا هادشي فيه الفلوس هادشي هذا يا بن الدار تتقرا ولا بن الدار ولا زوينه ولا معقوله، وتقول الفساد فيه وصحا ولا قاعد بنات تيخرجوا في الزنقه تيجمعوا 40 مليون 20 مليون ما داكشي مودة هي واحد عامين ونص وهي تجمع ديك البنت، عامين ونص تتكرفص، عامين ونص وهي تمشي مع رجال باش جمعت ديك تقريبا 20 مليون، لا ماكله لا مولي بغيت تخبي عنده، ياك تصحاب واحد الحرفه راه فيها الربح، شحال من واحد مشات معها طاعه قتلها وخرجها، شحال من واحد خويا هذاك ساكا قلب لها فلوس قال لها رد قاعدي بحالك، شحال من واحد خلعها، شحال من واحد قال نقتلك، شحال شحال من واحد كماها، شحال من واحد شربها بصحة تيشربها، شربي يماك شربي وتكرس عليها، راه تيتكرسو تياكلو العصا، تيمشيو لفلوسهم كانت تجي في وجهها كانت تتقتل على هاد البنت، جمعات عنده ديك البركة خلاتها عنده. واحد المرة قالت لي يا ودي أنا عندي شي مشاكل عائلية والوالد عنده شي بلاد تما بغا يملكوها ليهم بغا يعطيوها ليهم، عندهم شي محل ديالنا دكدكة المحل ديالنا في البلاد دكدكة، بغيت عندنا شي بلاصه الطوب نديرها يا جور، بغيت ندير قال شنو بغيتي؟
هادي بغيت الفلوس ديالي. واخا شوفي زيدي واحد الشهر الله يرضي عليك، الله يرضي عليك، كملي واحد الشهر باش تكملي 20، خلي واحد الشهر الله يرضي عليك. غاديهم دابا غاتضيعيهم، خلي واحد الشهر تنيت انا غنزيدك شي حاجه من عندي حسب تصريحه هو، حسب بولس اللي بحثوا معاه وعمقوا معاه البحث. ونقد نقول لكم كما قال لي السيد زيروا معاه البحث. هذيك البنت قالت لي بغيت الفلوس، شدت معايا واحد اسبوع يتشد معايا، عطيني فلوس يا سيدي عطيني فلوسي. قال لها فلوسك غنعطيهم لك، ماشي غنعطيهم لك، غنحطهم في البنك في سميتك، غنحطهم كذا كذا كذا، نجيب فلوسك، ما نجيب فلوسك. طمع وبانت لي هذيك الفلوس كثيره اللي غيعطيها، ثمانه اللي ضربت عليهم العذاب والصير والخلعات اللي ضربت على الفلوس، وتتقرا مسكينه لا اله الا الله، ما خصهاش دير هادشي، خصها تتبع قريتها. انا عارف شي واحد لي كومونت اللي كتبهم الناس، علاش ما تتبعش قريتها؟ علاش ما مشيتش كذا كذا؟ علاش ما كذا؟ الدنيا حال واحوال والدنيا كديره، ما عندك ما تقول في هادشي. هذا الانسان وعقله اما قصور فاهمين او نقص في العلم. هي مسكينه ما فهماش وناقصه في العلم، ما فهماش هذا الميدان هذا. كون كانت تفهم ديال البنك، كون كانت تفهم، كون كانت تفهم اخ معليش الله يرحمها كما قال الحال. هو مشافته بغات الفلوس، بغات الفلوس، وقف لها واحد الليله هو ضربها راسها بواحد الحديده ويناسها، دخل عليها بام وقجها وقتلها وخلاها تطح الليل وقادها باش يهزها، وهزها وديها داك النخل ورماها وخلاها تما مرميه. وكيفاش وصلوا ليه البوليس؟ ربما نقول احنا قلنا دابا كل شيء، قلنا قتلها باش ياخذ فلوسها، ولكن هو كما قلت لكم في الاول بقى ناكر، بقى ناكر، بقى ضربها من الكرام. البوليس اش داروا؟ جابوا دوك جوج بنات اللي تيقولوا كانت كاريه معنا، مشات كانت مع هاد السيد هو اللي ذكرت. هو تيقول سيدي كنت كاري لها وادي الشهر مشات بحالها، باش غتهموني انا؟ انا اش درت لها؟ انا ما قاتلها ما والو. البوليس مشاو للخدامه اللي عنده بنات ولاد اللي في العلاقه، هما يبداو يديهم واحد بواحد، تيديهم دوم جميع كلهم وبقات يبحثوا مع واحد بواحد، تيقول لهم واش شفتوا هاد البنت؟ واش شفتوها؟ جات عندهم او هضركم عليها او شي واحد سخر عنده للدار شافها او كلهم تيقولوا. شي تيقول يلا 4 ايام لقيتها واقفه معاه قدام الحانوت. شي تيقول يومين دخلت عندنا كانت تهضر هي وياه، تهضر هي وياه، تتمشط راسها. كلهم تيقولوه يلا هادي 4 ايام 3 ايام 5 ايام شتها اسبوع، شتها كاسها مع عليه في واحد الطابله تيهضروا وياه، وتيقول شهر ما شتها. جابوا لي بالخدامه ديالو وواجهوه، كل واحد يقول لي نهار فلان فلاني بالضبط كنت واقف انت وياها ودخلت البنت وقلتي لها وقلتي لها هذا. الاخر تيقول لي كنت جالس معها في القهوه، فجيت سلمت عليكم كنت جالس في القهوه انت وياها هاد السيمانه. والخدامه كلهم بوات يقولوا ديك الكلمه اللي قلتي ديال هذه واحد تقريبا شهر ما جاتش ما شتهاش ما عرفت فين مشات زدت حوايجها. جا السيد هو ما لقى ما يدير وكملت عليه، مشاو قلبوا لي الدار وحلوا البيت اللي كاري البنت، حويجاتها باقي تما عندها مكمدهم، حويجاتها شي السويعه ديالها كيما قال الاخر شي طوين قاعد شي فليسات قليله شي 16000 ريال كانت مخبيها مسكينه في واحد السروال. هو يلا خلك فلوس خلاها ودا عاد بغى يحل المشكل ديال الحوايج كي غيدير لهم، واش غيحرقهم واش غيدير واش غيدير واش غيدير، كيفاش يخرجهم من الدار، لانه هو خرجها هي وعنده ديك الدار فيها الكرايه وتيفكر سد داك البيت سدو باش نشر ديك الفكره ديال ما مشات هذه الشهر وخلاها حتى اللي كيدير بشويه بشويه. وما بقى ما يقول قدام الحوايج تلقاو ديالها تما، حوايجاتها ديال اللبس قدام الشهود اللي هما الخدامه ديالو اللي ماشي الشهر دي باش غبرات، تيقول شي تيقول 3 ايام 4 ايام سيمانه شافوها معاها تتهضر. قال لهم انا قتلت على الفلوس، شديتي لها قدها وقتها. مشاو معاه لابانك وجاب الفلوس، السيد وكيل العام عطى تعليمات باش تهزو الفلوس اللي عنده في لابانك لانها تتسم فلوس ديال البنت، خداو ليه تقريبا 11 مليون خداو ليه ديال البنت كيما اعترف هو، تيقول قدا وقدا اللي كانت بيناتنا ديال الحساب. وجبدوا واحد الورقه اللي كان داير هو وياها فيها الاربعاء قدا وقدا، الخميس قدا وقدا، نهار 16 الشهر قدا وقدا، جبدوها باش تثبتوا بانه ما كانش اكثر من ذوك الفلوس. كون كانت تصاب اكثر كون داو ليه كاع اللي تيكسب
وتسدك المحل ديالو ومشى الحبس وتحكم بالمؤبد. شوف هاد البنت مسكينة، شوف منين جات، جاية من البادية خارج مراكش وجاية وتدور تدور توسط الجامعة، ما صبراتش في الجامعة، نقوله ما صبراتش، ما تسناتش تقرا مزيان وتطلع وتولي هذا وتوظف وفلوس الوظيفة اللي غتشد تلبس وتدير وتاع، لا داس بغات الفلوس بالزربة قبل ما توظف، داس لهاد الجهة هادي. بزاف البنات يقراو هادشي، بزاف البنات، بزاف البنات تيقراو طالبات وتيقراو وتينقصوا لهاد الجهة هادي. حيت عاود لكم واحد القصة ديال واحد البنت، واحد المرة تقرا في الجامعة ومشات عند واحد البنت كارية، وديك البنت ما تقرا ما والو، بنت 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 بلادها، ومشات عندها وديك البنت تتعطى الدعارة، مشات عندها ولبس كتجي من الجامعة تقول لها تقصر مع واحد الدري، يلاه نمشيو نضحكو، يلاه نمشيو نلعبو، يلاه نمشيو هذا، حتى تقتلات قتلات ورموها من الطوموبيل. قلت لكم واحد الحلقة، راجعوا الحلقات ديالي، حتى هي تتقرا. صبروا البنات اللي تيقراو في الجامعة أو في الداخلية، والديهم بعد منهم صبروا تتوظفوا. لبسي داكشي اللي عندك وعدي بداكشي اللي عطاك الله، ودي جوج فرانك اللي عطاك باك ولا ما تيعطيك شيء، عيشي بداكشي البسيط كيما داك، وسير مع البنات. لا ما عندكش مع البنات الوسطاء، ما عندهمش، ما مشيت ما تقصش عندك البنات اللي عندهم باش يجيو تكسلوا باتهم لاباس عليهم، ما نقربش ليهم، ما نقربش ليهم، نبقى انايا مازال مع دوك البنات اللي ما عندهم شيء، فخراك بحالي بنات بلادي او صحباتي اللي ما عندهم شيء، اللي الدخل ديالهم ساكن محدود واللي تعطيهم داكشي وديهم محدودين نبقى فيهم، تيصاوب الله. لان اولا غتقرا بزاف البنت اللي ما كانش عندها تقرا بزاف، تقرا بزاف باش يكون عندها. اما البنات الاخرين اللي تيمشيو ما تيقراوش مزيان، انا تيولي عندهم شغل ثاني، قرايه والدعاره. الله يرحم هذيك البنيه والاخر خدا حسابه، ونتمنى من الله باش هاد الوباء يبعد منا، ونحترموا ناخذوا احتياط، نحترموا التعليمات ديال الامن في الشارع، نحترموا التعليمات ديال الاطباء وديال المسؤولين على هاد الوباء هذا. تولي بافيت ديالنا ونبقاو غاديين صابرين صابرين حتى يفاجئ الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.